اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام عن جديد على صفحه تكمل العربيه، معكم محلل التقني جوزيف ظهريه. انا بتاسف على الاعطال التقنيه اللي حصلت في الفيديو او اللايف السابق، فنحن رح نكون هلا عن جديد بهذه التغطيه المباشره. كنت قلت لكم انه نحن كنا عم نجني اذا بدكم او عم نقدر نستخرج فرص استثمار موجوده بسوق المال او بسوق الفوركس بشكل او اخر. كنا دخلنا بمركز بيع بالدولاريان اللي هو كان عطينا خسائر بسيطه جدا على الحساب، وهذا هو اللي عم جرب كنت اتكلم عليه. طبعا قلت لكم بجلسه امس على انه ممكن يكون عندنا اذا بدكم فرصه استثمار على الدولاريان، ولكن ليست بجولدن اوبورتيونيتي او ليست بشيء اذا بدكم مميز نحن الدول فيه، ولكن كانت بتتجرب بما انه وقف الخساره كان بسيط جدا مقابل الريسك ريورد ريشيو. اما بالنسبه لي طبعا المخاطر اللي ممكن احذركم منها بسوق الفوركس موجوده، وهلا نحن ببدايه هذه الجلسه طبعا بدي اقول لكم انه ما عندي ليت لبعض الاخبار او البيانات اللي عم تصدر على الاسواق الماليه مهمه جدا او ممكن تاثر بالتقلبات المرتفعه على السوق. فبالنسبه لي طبعا الاخبار اللي هي موجوده هلا عندي على الاجنده الاقتصاديه، يعني بالنسبه طبعا الدولار الامريكي الراد بوك او هاوس برايس اندكس او الكونسيومر كونفيدنس، طبعا يعني هي يعني الكونسيومر كونفيدنس هي الاهم تعتبر بين كل البيانات اللي ممكن تصدر عندي في جلسه اليوم اللي هي تيوزداي سبتمبر 25. اما يعني برضه الكونسيومر كونفيدنس منا من البيانات اللي هي ممكن اذا بدكم ترفع التقلبات او الفولاتيلتي في سوق الفوركس، فممكن تتداول بشكل طبيعي. وعم بتلاحظوا انه اسواق المال عم تتذبذب بشكل واضح وبغض النظر عن البيانات اللي عم تصدر. هلا صعب كان نحن لما كنا اذا بدكم من 5 سنوات نتداول بسوق الفوركس كنا ننتظر على سبيل المثال الباش بوك، كنا ننتظر نون فان بيرول، كنا ننتظر بعض البيانات المخيفه اللي بتصدر على سوق الفوركس، وكنا نشهد بعض التقلبات على زوج اليورو دولار اقله ب 300 او ب 500 نقطه. فبهيدي الحاله بتلاحظوا انه هول البيانات اللي كانوا موجودين عندي سابقا بطلوا موجودين بهذه الاهميه. عم تلاحظوا انه سوق الفوركس عم بيكون اذا بدكم عم يشتغل سولو بغض النظر عن الاخبار. طبعا ممكن يحصل بعض الامور الضخمه مثل البريكزيت على جي بي يو اس دي او على ستالين دولار، وبهذه الحاله بنشهد بعض التقلبات او الفولاتيلتي، ولكن بشكل او اخر عم نلاحظ طالما نحن الفولاتيلتي اندكس عنا بعده متدني او قرب ادنى مستوياته، عم نلاحظ انه اسعار الذهب بعد عم تشتغل اقله او خلينا نقول كحد اقصى بين ال 5 ل 15 دولار يوميا اذا في حال حصل عندي بعض الفولاتيليتي، ولكن سابقا كانت اسعار الذهب تسجل عندي ارتفاع وانخفاض خلال الجلسه الاسيويه. عم نتكلم يعني انتم بتعرفوا الجلسه الاسيويه هي الاضعف بين الجلسات الاوروبيه والجلسات الامريكيه، ولكن نحن سابقا كنا نشهد ارتفاع وانخفاض 80 دولار بشمعه اسيويه لاسعار الذهب. اذا نرجع بالتاريخ لورا ولما كان يتداول تقريبا اسعار الذهب قرب مستويات ال 1800 دولار، وحتى في هذه المنطقه يعني عم نتكلم نحن ب 1900 دولار وال 1500 دولار، كان نشهد بعض الانخفاضات والارتفاعات الضخمه، وهيدي الفولاتيليتي بتدل على قرب نهايه الترند. فبالنسبه لي نهايه الترند او نهايه خلينا نقول الموجه الصاعده لاسعار الذهب، كنا بالمبدا يعني قدرنا انه نحن نتوقعها من وراء الفولاتيليتي اللي كانت عم تحصل عنا. اما بالنسبه لي هلا اذا في حال بدي افكر ب خلينا نقول ويف جديده او انتهاء هذا القاع لاسعار الذهب، بعد نفكر انه هذه المرحله الافقيه هي فقط مرحله تصحيح للاتجاه الهابط، يعني ممكن يكون بعد وارد جدا عندي اتجاه هابط لاسعار الذهب تكمل الاتجاه الهابط لزياره قاعان جديده. اما بالنسبه لالي خلينا نبتدي باليورو دولار. هلا بالنسبه لنا اسعار الذهب طبعا في بروفيت 26 دولار، اليورو كات تقريبا اولموست بريك ايفن او خسرنا دولار واحد. فبالنسبه لالي هو المراكز الاستثمار اللي راح اتمسك فيهم بجلسه اليوم، وايضا كنت حابب انه انا امر على اسعار النفط اشوف اذا ممكن يكون عندي بعض فرص الاستثمار بنعزز مراكز البيع على اسعار النفط. اما بالنسبه لزوج اليورو دولار طبعا كنا عم نثبت اذا بدكم مستويات مهمه جدا، وبارتفاع خلينا نقول بعض الموجات التصحيحيه على زوج اليورو دولار بشكل نفق ميل على ارتفاع. فبهذه الحال نتوقع انه ممكن لهذا الارتفاع يكون عندي نهايه، يعني اذا نحن مرتفعين بهذا النفق اللي هو من الواضح انه نفق تصحيحي، يعني ما لنا موجه اندفاعيه، ما عندي اي امبالسيف ويف او موجه خلينا نقول موتيف ويف بترتفع بهذا الشكل، بينما الموجات الاندفاعيه ترتفع بشكل 5 موجات والموجه رقم 3 بتكون الاضخم. فبهذه الحاله ما لنا موجه تعتبر اذا بدكم اندفاعيه، ولكن فقط موجه تصحيحيه عم نتداول وعم نتذبذب اذا بدكم بشكل ميل على ارتفاع وبقاعان وقمم على بعضها البعض. اما بالنسبه لي طبعا اتوقع على المدى القصير او بجلسه القادمه نرجع نلتف ونرجع نشوف اذا بدكم او نشهد بعض الضعف لزوج اليورو دولار لمستويات اوطى. هلا بالنسبه لي النكلاين اللي كانت موجوده عندي
ما بدي انه نحن ناخذها كمحللين تقنيين بعين الاعتبار، لانه الانفرس هيد اند شولدرز هي فقط من الباترنز اللي هي طبعا بتظهر نفسها، ولكن منا على طول اكتيفيتد او منا على طول خلينا نقول لقوانين تشتغل بطريقه صحيحه. يعني نحن لو في حال شهدنا انخفاض بكتف اليمين او بالرايت شولدر، يعني عم نتكلم على هذا الرايت شولدر مستويات اوطى لزوج اليورو دولار، هون اذا في حال نتكلم بانفرس هيد اند شولدرز عم نتكلم بهذه الطريقه، ولكن الرايت شولدر او كتف اليمين من المفروض يكون اوطى، يسجل قاع اوطى من كتف اليسار، ولكن هذا الشيء ما حصل عنا. فبهذه الحاله ارتفاع او اليورو دولار تثبيته قرب مستويات 115.70 خلينا نقول، وكان كتف اليمين فوق كتف اليسار، بهذه الحاله الباترن هي كلها سوا منا انفرس هيد اند شولدرز. يعني ما راح اتوقع ارتفاع ضخم جدا لزوج اليورو دولار ونقعد ناخذ مسافات ونعمل اكستنشن، ولكن بشكل او اخر ممكن نرجع نشهد بعض المقاومه قرب هذه المستويات، ونكون عم نرجع ننخفض لنسجل اذا بدكم مرحله افقيه على المدى الوسط للطويل. فبهذه الحاله ما حدا يتكلم على انفرس هيد اند شولدرز، ما حدا يقنعنا انه ممكن يكون عندي ارتفاع ضخم على زوج اليورو دولار بشكل مؤكد. طبعا هلا بالنسبه لي اختراق اخر قمه سجلت عندي اللي هي هذه الشمعه اللي سجلت مستوى 118.15 اختراقها بتاكد على انه ممكن تكمل اتجاه الصعد يكون وارد عندي، ولكن اذا في حال ما قدرنا نواجه اذا بدكم هذه الشمعه اللي هي سجلت لي بشكل هامر او شكل مطرقه، وهذه الشمعه ممكن تكون تابعه لفريق الدبب. يعني بهذه الجلسه جلسة اليوم مهمة جدا لتأكيد هذا السيناريو أو هذا الباترن على زوج اليورو دولار. رح انتظر على زوج اليورو دولار إشارة واضحة تكون عندي كرمال لأقدر أتأكد على أنه هل يا ترى تكملة اتجاه الصعد ممكن تكون واردة عندي، أو ممكن نرجع نلتف بموجات تصحية لزيارة مستويات أوطى. طبعا إذا في حال تم اختراع عندي مستويات 117.03 اللي هي تعتبر إذا بدكم آخر قاع ثبت عندي على زوج اليورو دولار، رح ننتظر إشارة انعكاسية ونكف اتجاه الهابط لزيارة مستويات أوطى. فبالنسبة لي ما عندي أي فرصة استثمار مهمة جدا. عم نلاحظ اليورو كاد إذا بدكم ابتدى بأرباح، هلا ابتدينا بستة دولار ارباح. اليورو كاد هو من الكروسز والازواج اللي تم اختراق مستويات مهمه جدا بجلسه امس، ونحن دخلنا امر معلق بالشراء اللي هي باي اون ستوب اوردر او بيندينج اوردر، اللي هي اعطتني اشاره واضحه انه ممكن يتم عندي اذا بدكم اختراق خط مقاومي، وهذا الخط المقاومي بيعتبر اختراق اذا بدكم نفق ميل على انخفاض اللي هو موجه تصحيه وتكمله اتجاه الصاعد. فاتوقع تكمله اتجاه الصاعد لليورو كاد بالجلسات القادمه لزياره مستوى 154، وطبعا ان شاء الله نكون عم نجني بعض الارباح بهذا المركز اللي دخلنا به باي 0.3 يو اس دي كاد على مستوى 152.35. هلا بالنسبه طبعا للعملات الاخرى او المؤشرات الاخرى، يعني كان عندي بعض الامور على الدولار فرانك اللي هو ابتدى يسجل لي اذا بدكم الباتر فلاي باترن، ولكن الباتر فلاي باترن نفس الباترن اللي اتسجلت عندي على الاسترالي دولار اللي قدرنا ندخل فيها بمراكز شراء على القاع على مستوى 0.7090. بالنسبه للباتر فلاي باترن على الدولار سويس اللي بتسجل اكس اي بي سي، خليني اقول لكم المستوى كيف ممكن نستهدفه باستعمال فيبوناتشي ريتريسمنت مستوى 161 او مستوى 261% على الدولار فرانك. يعني نحن اذا في حال بدنا نعتبر هيدي ويف اكس، هون اكس اي بي سي هون عم ننخفض بقاع معين، نتوقع زياره مستوى 261% ك خلينا نقول هدف لنا لانتهاء البولش باترن اللي هي الباترفلاي باترن بهذه الطريقه. وطبعا هذه الانماط والباترنز بتشوفوها على الانترنت وعلى جوجل، اذا بتعملوا سيرش للباترفلاي باترن بتعرفوا انه هذه النمط ممكن بعد نشهد انخفاض للدولار السويس لزياده مستوى 261%، وانا باكد لكم راح يكون عندي نقطه مهمه جدا للشراء اللي هي قرب مستويات 0.94 خلينا نقول 50 تقريبا، هذه المستويات المنتظره لزياره الدولار او دولار فرانك، ونبتدي موجه اندفاعيه جديده باتجاه لها الصاعد. فبهذه الحاله بعد اذا في حال بعدنا عم بتوقع انا ارتفاع صاعد لا او خلينا نقول اتجاه صاعد للدولار فرانك، او بكل بساطه للدولار الامريكي مقابل الفرانك السويسري، يعني عم بتوقع بعد موجه صعود جديده للدولار الامريكي، وبهذه الحاله بعدني ممكن اتوقع ضغط سلبي للعملات الرئيسيه مقابل الدولار الامريكي. يعني بعدنا عم بتوقع اذا في حال بدنا نكفي اتجاه صاعد لليورو دولار ممكن تكون ليميتد او محدوده، فهذا الاتجاه ممكن يكون محدود عندي لنكفي اتجاه هابط على المدى الوسط للطويل للعملات الرئيسيه مقابل الدولار الامريكي. فبهذه الحاله بعد عندي موجه صعود اذا ممكن ندخل ونشوف خلينا نقول
الدولار الامريكي او خلينا نقول الدولار اندكس شو ممكن يكون مخبي لنا. ممكن نرجع ننظر لبعض الرسوم البيانيه، على الرسم البياني الاسبوعي هذا الفولاتيليتي اندكس في البدايه، لفرجيكم الفولاتيليتي اندكس بعده داخل اذا بدكم بمرحله من الواضح انه هي مرحله افقيه ولكن قرب ادنى مستوياته. فالفولاتيليتي اندكس طالما هو متمسك بهذه المناطق اللي هي بين مستويات تقريبا 12 دولار 12 دولار لل 15 دولار، فنتوقع ان الفولاتيليتي اندكس ما عم يرتفع، التقلبات ما عم ترتفع، ممكن نشهد بعض التقلبات او التذبذب الافقي على العملات الرئيسيه وعلى سوق الفوركس باجمعه، غير ما نحن نرجع نرتفع بفولاتيليتي اندكس، فبهذه الحاله بنكون عم نرجع نتوقع اذا بدكم بعض التقلبات الضخمه جدا على يعني العمليات الرئيسيه وعلى سوق الفوركس بشكل عام. فطبعا الفولاتيليتي مهم جدا للمضاربين لانه بيقدروا يجنوا بعض الارباح بشكل سريع اكثر. اما بالنسبه للدولار اندكس اللي هو ممكن نقوم بتحليله، خلينا نقول بعض الشيء لنشوف شو ممكن، هل عم بيسجل 93.84 الدولار اندكس ونحن بموجه او بصدد موجه تصحيحيه. فمن الواضح انه ممكن يكون عندي بعض الارتفاع واخر موجه ارتفاع. خليني افسركم شو ممكن يكون عم نتوقع. اذا في حال ارتفعنا بموجه رقم واحد الضخمه، موجه رقم اثنين، اوكي، عم نتوقع احنا انه يكون عندنا هون ويف 1 ويف 2 ويف 3 اللي هي تتضمن خمس موجات ارتفاع اللي هي فيها 1 2 3 ويف 4، دخلنا بمرحله افقيه، وويف 5. هيدي ويف 3 او بيج ويف 3 اللي هي الموجه الضخمه. هل عم نسجل اي بي سي اللي هي بيج ويف 4؟ نتوقع انتهاء قرب هذه المستويات، بكون اذا بدكم بعض انخفاض بسيط جدا للدولار الامريكي لزياره ويف 4، فبهذه الحاله بكون الدولار فرانك او الفرانك السويس اللي هلا شهدناه على الباتر فلاي باترن بكون بعد انخفضنا ب 100 او 150 نقطه، ومن ثم تكمله اتجاه الصاعد للدولار الامريكي وفاينل ويف اب، فاينل ويف اب الموجة الخامسة لزيارة مستوى ال 97 وال 99 دولار للدولار اندكس او طبعا للايس. فبهذه الحالة نتوقع انهيار او كراش سايكل عن جديد من وراء انتهاء موجة رقم خمسة للدولار الامريكي، وبهذه الحالة بنكون ابتدينا موجة صعود جديدة على العمليات الرئيسية وعلى سوق الفوركس بشكل عام. فبالنسبة لي اخر اذا بدكم موجة ارتفاع بسيطة هلا للدولار الامريكي، عفوا للعمليات الرئيسية، مثل اليورو دولار، مثل الاسترالي، مثل اسعار الذهب، مثل خلينا نقول اسعار النفط، لتسي هذه الموجة البسيطة اللي عم نسجلها هلا هي ممكن تكون اخر موجة بسيطة قبل ما نبتدي موجة اندفاعية جديدة للدولار الامريكي ونبتدي بالاتجاه الهابط. اتوقع زيارة مستوى 1180 1170 لاسعار الذهب بالجلسات القادمة لتيك بروفيت اللي محدد وهون امامنا. فبهذه الحاله ال 1180 ممكن تكون عندي فاصل، نقطه فاصل لاسعار الذهب اذا في حال احنا بدنا نحافظ على ارتفاع او الاتجاه الصاعد. اما اختراق مستوى ال 1180 رح نرجع نفكر بضغط سلبي جديد، رح نرجع نفكر باكستندد ويف للدولار الامريكي لنكفي اتجاه الصاعد بعد اكثر واكثر، ونشهد بعض قاعان جديده لليورو دولار وايضا لاسعار الذهب والعملات الرئيسيه. بالنسبه للكورليشن ما موجوده عندي، يعني ما فينا نتوقع، خلينا نقول نفس الامور اللي عم نتوقعها بالنسبه كانت لليورو دولار او للعملات الرئيسيه او للعملات الاخرى، ولكن انا بالنسبه لي الانفرس كورليشن ممكن تكون موجوده بشكل او اخر. وطبعا ضغط الدولار الامريكي ممكن بشكل او اخر ياخذ العملات باتجاه واحد على المدى القصير. بالنسبه لاسعار النفط ممكن يكون عندي فرص استثمار جيده جدا. خلينا نبتدي بمركز او فرصه استثمار على اسعار النفط، ولكن بدنا نحدد او بدنا ندخل باداره مخاطر فقط 0.1 بمركز بيع على اسعار النفط. رح اقول لكم ليش رح ندخل بمركز بيع على اسعار النفط ب 0.1. طبعا الان 0.1 هي تعتبر اذا بدكم خلينا نقول بسيطه جدا، لانه نحن هون ال 1000 كونترا او ال 1 كي هي تعتبر عقد واحد، يعني انا راح ادخل بعقد واحد على ال دبليو تي اي، يعني 0.1 كانه على حسابي الشخصي، اوكي؟ فعقد واحد هو ليس عقد واحد، يعني تعتبر 1 لوت، لانه هو كل 1000 برميل لا يعتبر عقد واحد لاسعار النفط، فاذا دخلنا ببرميل واحد يعني عم ندخل ب 0.1، اوكي؟ هون دخلنا هون بير بارلز، بير بارلز يعني اذا بدكم برميل واحد، اذا دخلنا 1000 برميل يعني عقد واحد، العقد الكامل هو 1000 برميل.
فراح ادخل اذا بتكون بمركز بيع على اسعار النفط، وراح احدد وقف خساره قرب فوق اخر قمه سجلت عندي اللي هي فوق مستوى 73.15. هذا بالنسبه لوقف خساره، وتيك بروفيت راح يكون عندي كمرحله اولى لمستويات اذا بتكون ال 66. خليني اقول عندي اتجاه هابط اتوقع على اسعار النفط بشكل اندفاعي، خليني اقول واتوقع تكمله اتجاه الهابط. خليني اقول لكم ليش اتوقع مراكز البيع على اسعار النفط وباستعمال بعض الموجات التقليديه اللي هي موجات اليوت. من وراء انتهاء خلينا نقول هذا الباترن اللي هو موجود عندي بشكل صاعد، اتوقع انه الموجه الخامسه تكون انتهت عندي بشكل اندنج دايجنال اللي هي هون 1 2 3 4 5. بهيدي الحاله بنكون انهينا شكل اندنج دايجنال على اسعار النفط اللي هي الموجه الخامسه والاخيره، هيدي وي 5 اندنج دايجنال او اكسباندنج اندنج دايجنال. بالنسبة لألي ابتدينا الموجة الاندفاعية باتجاه الهابط اللي هي موجة رقم 1، ABC موجة رقم 2، وأتوقع انخفاض موجة رقم 3 لزيارة مستوى ال 55 دولار أقله على المدى الوسط للقصير. ولكن إذا في حال بدنا ندخل بتفاصيل خلينا نقول هذه الموجات، ممكن على سبيل الأربع ساعات نشهد اذا بدكم الانخفاض او نعد كموجات اليوت وباستعمال موجات اليوت. وما تنسوا اليوم بجلسه اليوم راح يكون عندي موجات اليوت اذا بدكم على الساعه 6 جي ام تي بلس 2، اوكي يعني تقريبا على الساعه 7 بتوقيت السعوديه راح يكون عندي جلسه تابعه على موجات اليوت بتفاصيلها ومن البدايه، ما تنسوا تتابعوني. بالنسبه لي هذه موجه رقم 1 2 3، دخلنا بمرحله افقيه اللي هي الموجه الخامسه، خلينا نقول من الواضحه جدا، والموجه الخامسه الاخيره اللي هي بشكل 5 ويفز داون. فهون انهينا موجة رقم 1 او بيج 1، رجعنا ارتفعنا ب A B C هيدي ويف 2 او موجة رقم 2 الصاعدة، ونتوقع انخفاض الموجة الثالثة. طبعا موجة رقم 2 لا يمكن انه تخترق مستويات ال 76.4% كحد اقصى 76.4% فيبوناتشي ليفل. رح نرجع ندخل فيبوناتشي من اخر قمة لاخر قاع لنشوف اذا هل يا ترى هذه الموجة التصاعية تم اختراق، ما تم اختراق مستوى 76.4%، يعني بعد هذا الارتفاع يعتبر موجة تصاعية بالاتجاه الصاعد، وطبعا تعتبر موجة رقم 2 لتكملة اتجاه الهابط بموجة رقم 3 الضخمة. هذا بالنسبة لي، بعدنا اتوقع انخفاض لاسعار النفط، بعدنا اتوقع الموجة الثالثة الضخمة نحن هلا قادمين عليها، مش ان هيك رح بلش بفيلر تريد. ليش ما دخلت بعقود اكثر على اسعار النفط ولكن دخلت ب 0.1 اللي هو برميل واحد؟ اوكي خليني اقول نحن اذا بدكم بعض الشيء دخلنا بموجة هبوط جديدة، دخلنا بموجة اندفاعية، أو دخلنا خلينا نقول بفيلر تريد اللي هي عم نمتحن أو عم نجرب هذا الانخفاض بشكل بسيط، ومن ثم إذا في حال مشي معنا السوق وابتدينا بالأرباح we add to winning position. الإضافة إضافة المراكز أو تعزيز المراكز للمراكز الربحانة أو لل winning trades، طبعا هيدا شيء بحق لنا نعمله، ونكون عم نحدد إذا بدكم إدارة المخاطر، ونبتدي بإضافة المراكز او نعزز مراكز البيع على اسعار النفط كل ما نبتدئ او نجني الارباح. وطبعا هلا نتوقع انه هذه الموجه رح تكون اندفاعيه بشكل ضخم، فممكن اخبار بسيطه اذا بدكم، او ممكن اخبار تكون عندي بعض البيانات على الدولار كاد او على اسعار النفط تاخذ او تشد اذا بدكم المومنتوم وزخم الانخفاض على اسعار النفط بالجلسات القادمه. فهون الثلاث مراكز رح اكون انا متمسك فيهم اللي هن باي يورو كاد اللي هي فيها ارباح تقريبا هلا 38 دولار ب 0.3، سل اكس اي يو يو اس دي اللي هي اسعار الذهب اللي هي فيها ارباح 17 دولار، ونحن عنا اذا بدكم هلا سل دخلنا بمركز بيع النفط اللي هي على الاسعار الحاليه مع وقف خساره 73.15 فوق اخر قمه سجلت عندي، وتيك بروفيت 66 اللي هي تقريبا نتوقع انخفاض ب 600 نقطه او 6 دولارات لاسعار النفط. فطبعا بتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله هذه المراكز تكون قد التوقع اللي هي نحن نتوقع اذا بدكم زياده هذا الراس مال اللي ابتدينا فيه اللي هو 3000 دولار، ولكن خسرنا مركز الدولار ين اللي هو كان بسيط جدا، وكنت قلت لكم جلسه امس انه هي مانا جولدن اوبورتيونيتي، مانا فرصه استثمار مميزه، ولكن ممكن نمتحنها او نجربها لانه الريسك تو ريورد ريشو كان بسيط، وقف الخساره كان صغير.
فمثل ما عم بتلاحظوا انه خساره اذا بدكم 96 دولار على حساب 3000 دولار ممكن نتحمله. هيدي اداره المخاطر اللي بدي لكم اياها، انه ممكن الراسمالي او ممكن المستثمر يخسر بعض المراكز ولكن ما تتضرر الكابيتال تبعكم او الايداعات او الراسمال اللي عم تتداولوا فيه. فهلا نحن ممكن نرجع نحدد ان شاء الله بعض الارباح بهول المراكز ونرجع نرتفع فوق اذا بدكم مركز او فوق الكابيتال اللي ابتدينا فيه بالتداول. هذا بالنسبة لي وبالنسبة للمراكز اللي داخل فيها. إن شاء الله هذه المراكز تكون ربحانة بجلسة اليوم. أنا ما تنسوا تكونوا معي بجلسة بعد الظهر اللي هي الساعة 6، رح تكون جي أم تي بلس 2 أو 7 بتوقيت السعودية، رح يكون عم بشرح موجات إليوت بتفاصيلها ومن البداية كرمال نتعلم هذه الاستراتيجية المتقدمة، وتقدروا تعرفوا أنا بشكل يومي كيف عم بقوم بتحليل الرسوم البيانية وكيف عم نقدر نستخرج فرص الاستثمار من الرسوم البيانية. أنا بتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله بكون نهاركم مثمر. وطبعا ما تنسوا تدخلوا على الأجندة اليومية كرمال تشوفوا إذا في حال عندكم بيانات بشكل يومي، ما تنسوا. وأيضا زورونا على موقع على البلوج تبع تكمل أو مدونة تكمل اللي هي ممكن تدخلوا لها وتشوفوا أبرز الأخبار اللي بنعمل لها أبلود. أيضا وموجود هذه الفيديوهات التعليمية مسجلة وموجودة على يوتيوب بنعمل لها أبلود بشكل يومي. أنا بتشكر متابعتكم لإلي ودعمكم اليومي لإلي. ما تنسوا تعملوا لايك وشير لهذا الفيديو الصباحي. كان معكم جزاف ظهري من شركة تكمل، إلى اللقاء.